إذا فعل الإنسان بعض الشركيات ولكنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يبقى أصل الإيمان في قلبه؟ لا، إذا أتى بالشرك الأكبر فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تبطل بالشرك الأكبر، لأن هذا ناقض، بل هو أعظم نواقض الإسلام. فلا يكفي التلفظ بالشهادتين مع فعل الشرك الأكبر. نعم.